أهلا بكم. إذن مبادرة جديدة شاملة طرحتها السعودية لإنهاء حرب اليمن والتوصل لحل سياسي لاقت ترحيبا من الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، كما لاقت ترحيبا خليجيا وعربيا. المبادرة عنوانها وقف للنار وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف الحصار على ميناء الحديدة. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن أن وقف النار يبدأ فور قبول الحوثيين والحكومة الشرعية بالمبادرة، ودعا وزير الخارجية السعودي الحوثيين إلى إلقاء السلاح والانخراط في حوار سياسي شامل لحل الأزمة، وخير الحوثيين بين مصالحهم ومصالح اليمن أو مصالح إيران، مؤكدا أن التدخلات الإيرانية هي السبب الرئيس في إطالة الأزمة باليمن. استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتواصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية فيما أشارت بيل وجنيف والكويت وستوكهولم، فإنها تعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل. ودعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كل من الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة، وأن يكونوا شركاء لتحقيق السلام وإعلاء مصالح اليمنيين على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وتدعو المملكة والحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطني على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة التي يتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة. وأكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن المبادرة السعودية تمنح الحوثيين فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران، وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن المبادرة السعودية تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدا على أن السعودية ستستمر في الدفاع عن أراضيها وحدودها، إضافة لدعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ولمواجهة الاعتداءات الحوثية. أيضا في إطار ردود الأفعال، رحبت الأمم المتحدة بمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، وقالت إنها تنسق مع جهودها لدعم عملية السلام. كما رحبت الصين أيضا في بيان لسفارتها في اليمن بالمبادرة وأكدت دعمها. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها للمبادرة السعودية. وعربيا دعا مجلس التعاون الخليجي كافة الأطراف اليمنية للاستجابة للمبادرة السعودية، فيما وصف وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد المبادرة بأنها فرصة ثمينة لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن. وكذلك أعلنت البحرين عن تأييدها للمبادرة للوصول إلى إنهاء الأزمة اليمنية. مصر بدورها رحبت بالمبادرة التي أعلنتها السعودية، فيما عبر الأردن عن دعمه الكامل للمبادرة السعودية. كما دعا السودان القوى الإقليمية والدولية لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية. مرت الأزمة اليمنية بعدة جهود دبلوماسية لمحاولة حلها، بداية بالمبادرة الخليجية عام 2011، مرورا بمفاوضات الكويت، وانتهاء باتفاق ستوكهولم.
وفي إطار دعمه المتواصل للجيش الوطني والشرعية في اليمن، دمر التحالف مواقع عسكرية استراتيجية للميليشيات الحوثية في عدة مناطق يمنية. أبرز تلك الأهداف كانت في صنعاء باستهداف طائرات التحالف معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في منطقة النهضة، دمرت خلالها ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة. وهذه بعض المشاهد من قصف أمس. طبعا وكما نشاهد هذه في الوسط تدمير مخازن طائرات بدون طيار داخل كهف في صنعاء. وفي مأرب أيضا نفذ التحالف غارات جوية على مواقع عناصر واعتاد الحوثيين، إضافة إلى خبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاع جوي تم تدميرها قبل إطلاقها أحد الصواريخ على جبهة مأرب. أيضا كما نشاهد العمليات النوعية لتحالف دعم الشرعية امتدت إلى محافظتي الحديدة وعمران وأطراف تعز، استهدفت فيها ثكنات وآليات عسكرية، إضافة إلى مواقع تتخذ منها ميليشيات الحوثي نقاطا للانطلاق وبدء الهجمات. We'll be right back.